اليوم الوحدة الثالثة، حالة الشرط، الحالة الأخيرة يسمونها الثيرد كونديشنال، الحالة الأخيرة. ومن أهم الحالتين دائما تجي، لأن بها ماضي تام، يعني بها شغلتين، بها ماضي تام وبها تكملة. هاي القاعدة أول مرة خلينا نشوفها لما تستخدم. تستخدم للمواقف الغير حقيقية وكذلك للتعبير عن الندم، يعني تقول لو سويت هيك كان ما صار عندي هيك، فتندم انت على الشيء. هاي وحده. او حاله غير حقيقيه، فتقول انا لو درست العام الماضي كان نجحت، هو ما ناجح لان هو ما درس. المهم القاعده مالته شو تقول؟ تقول فاعل، اي فاعل، لو هاد لو هاد انت، لو هاد لو هاد انت، هاد بالمثبت، هاد انت بالنفي، وراها تصريف ثالث الفعل. وهنا يجب حفظ الافعال الشاذه، لازم انت حافظ الافعال الشاذه. شو تطلع لي؟ طبعا كوما، شو تطلع لي؟ فاعل، ود، كود، مايت، نفس الحاله الثانيه، بس الفرق شنو؟ يجي وراها هاف. شنو الفرق؟ هاف وراها تصريف ثالث الفعل. خاف اكو بالملازم مكتوب مصدر، صححوه، تصريف ثالث. يعني شنو وراها؟ ود، كود، مايت، هاف، زائد تصريف ثالث للفعل. بينما بالحاله الثانيه ود، كود، مايت، زائد مصدر. هذا هو المصدر ايضا موجود، would could might have زائد تصريف ثالث فعل. ممكن تصير بالنص، اي اجيب ال would واجيب ال could واجيب ال might واجيب ال have واجيب التصريف الثالث، اخليها بالبدايه، اخلي اف بالنص وراها ماضي تام. اذا بهاي الحاله اف في الشرط شنو يجي وراها؟ ماضي تام. الماضي التام من يتكون استاذ؟ يتكون من هاد او هادن زائد تصريف ثالث للفعل. لذلك قلنا اسهل حاله، لانه 100% اذا انطاك هاد وتصريف ثالث تعرف انت الحاله الاخيره، تنطيه ود او كود او مايت او هاف زائد هاف، العفو، زائد تصريف ثالث. بالنفي ودنت، كودنت، مايت نوت، ودنت، كودنت، ماي نوت. اوكي، ممكن تصير بالنفي، ممكن تصير بالنفي. تستخدم للمواقف الغير حقيقيه وكذلك التعبير عن الندم. ضعوا لهذه الجمله، ضعوا لهذه الجملة if هلا if I had passed the test، إذا أنا تجاوزت الاختبار I would have become a pilot، أنا راح أكون ضابط، العفو، طيار. هو مو طيار لأنه هو ما مجتاز الامتحان، لذلك حالة غير حقيقية. يقول أنا لو تجاوزت الاختبار أنا كان صرت طيار، هو مو طيار. إذا هو مو طيار إذا هو معناها ما متجاوز الاختبار، إذا الحالة غير حقيقية. منين متكونة؟ هاد زائد تصريف ثالث، هذا فعل قياسي. ايش طلعت لي؟ طلعت لي ود زائد هاف زائد بكم تصريف ثالث، ولازم تحافظ الافعال الشاذه، بكم، بكيم، بكم، بكم، بكيم، بكم، لاحظوا مثل كم. الحاله الثانيه، الجمله الثانيه العفو، اوف وي هاد ترين هاردر، اذا احنا تدربنا بشكل جيد وي مايت هاف وان ذا ماتش، تشاربحنا المباراه. هذا هنا ندم، لان هم ما متدربين وما رابحين المباراه، فلذلك ندم، يقول يا ريت، يعني لو انا احنا متدربين زين. جا منين متكونه؟ متكونه هات زائد تصريف ثالث. طلعت لي، طلعت لي مايت او ود او كود، بكيفكم، هاف زائد وان التصريف الثالث مال الفعل وين، وان، وان، انتهى. لازم حافظت هاي للطالبات اللي جن جدد. هاي الحاله تستخدم للمواقف الغير حقيقيه وكذلك التعبير عن الندم. موقف غير حقيقي، تعبير عن الندم، يعني موقف مستحيل يصير. من يتكون؟ يتكون يا بطلات من هاد وهاد انت زائد تصريف ثالث للفعل، يعني ماضي تام اللي اخذناه بالندم. شو يطلع لي؟ يطلع لي ود وكود ومايت زائد هاف زائد تصريف ثالث، ود، كود، مايت، زائد هاف زائد تصريف ثالث. ممكن اف بالنص، ممكن اف بالنص، would could might have زائد تصريف ثالث، وهذا وراها الماضي التام. واضح؟ wouldn't couldn't might not هم تصير. سكروا نولي الشاشة حتى ناخذ خطوات الحل. ها سكرتوا؟ نعم. جد، نجي
تجي خطوات الحل. احنا محتاجين خطوات الحل ناخذ جملتين صح ولا لا؟ هسه راح اشتغل على جملة اف خطوات الحل، الجملة التي بعد اف خشوف شنو ملاحظاته اللي بعد اف، ما لي علاقة بالثاني، هسه علاقتي باللي بعد اف. نضع الماضي التام بعد الفعل والذي يتكون من لو هاد لو هاد زائد تصريف ثالث، هاي بي بي يعني بارتس باست بارتسيبل يعني التصريف الثالث للفعل، هاد زائد تصريف ثالث. شو يقول؟ يقول نضع هاد او هادنت زائد تصريف ثالث. هاي اول ملاحظه لازم تخليني. الملاحظه الثانيه، الفعل ننفي بيه شو هادنت، بعد ماكو ديدنت او دونت مثل ذيش او دازنت، النفي هادنت. واضح؟ لحظه يا جمله، وي نوت هاف، وي نوت هاف، شو شنو صارت؟ احنا شنو نحتاج؟ نحتاج ماضي تام. الماضي التام يتكون من هات، حطينا هات اوكي، هي منفيه اذا صارت هادنت. اروح للفعل هاف التصريف الثالث مالته هات، وضح؟ خاف واحد ما وضح، راح اسوي له جمله ثانيه حتى يفتهمها اكثر. عندي وي نوت ستدي، اخلي وي، شو احتاز؟ احتاز هاد، حطيت هاد، منفيه صارت هادنت. احتاز التصريف الثالث من استدي، هذا قياسي استديت. اعطيكم بعد وحده حتى تفهمون، شي نوت بلاي. شي تنزل، احتاج هاد زي منفيه هادنت، التصريف الثالث من بلاي بلاي. اوكي واضحه؟ ديري بالكم بس على هاي نوت هاف، مو بس تكتبون لي هادنت وتمشون، هادنت خطا. لازم اذا لقيتوا نوت هاف احفظيها ملاحظه، اذا لقيتي نوت هاف بهاي الحاله الاخيره تصير هادنت هاد، اذا لقيتي هاف بحدها بحدها ماكو نوت تصير هاد هاد، يعني هيش لقيتيها. خلينا نكتب هنا، لقيتي وي هاف يعني مثبته، شو تقولين؟ تقولين شو احتاج انا؟ احتاج هاد، خليت هاد زين. التصريف الثالث مال هاف هم هاد، صارت هاد هاد. واضحه؟ جيد. نجي بعدك ملاحظه ثانيه ثالثة العفو، إذا وجدنا بي بعد اف ما نتعب، بس لا نسوي از وزو، نسويها هاد بين. شو نسوي هاد بين؟ نحن ماضي تام هاد بين. زين إذا لقينا نوت بي تصير هاد انت بي، تصير هاد انت بي. لاحظ المثال، اف وي بي شنو صارت؟ اف وي هاد سوري اف وي هاد بين، لقيت بي صارت هاد بين، لقيت نوت بي شنو صارت؟ هادنت بين. واضحه؟ يعني مو مثل ذيش المره نخلي از وام وار او ووز وير، نخلي قبلها هاد واذا من فيه هادنت ونقلبها لتصريف ثالث بين، البي التصريف الثالث مالتها بين. واضحه؟ سكرنوها اعيدها انتبهي. انا شنو عندي؟ انطاني بي بعد اف، احنا عاده بالمضارع نسويها از وامار، بالماضي نسويها وزور. زين بهاي هنا شو نحتاج؟ تقولين نحتاج الماضي التام. زين الماضي التام منين يتكون؟ يتكون من هاد، نزلنا هاد، او منين يتكون؟ من هادنت، صح ولا لا؟ بالنفي. شو احتاج؟ احتاج التصريف الثالث، التصريف الثالث من بي بين، فصارت هاد بين، وبالنفي هادنت بين. هسه تمام؟ سكرنو. هاي السكرين بنات، السكرين اريد ينكتب بالدفتر، ملاحظات كتب بالدفتر حتى ان شاء الله اذا صار حضوري، يعني نرجع ان شاء الله الحضوري ان شاء الله، احنا شو نسوي؟ لازم شو نسوي؟ اذا رجع حضوري حتى هذني نمشي بشكل سريع، اذا كاتبين ملاحظات وما ارجع ملاحظات ثانيه نرجع. زين هسه احنا خلصنا الشطر الاول، نجي للشطر الثاني. الشطر الثاني سهل، باعوا لي الشطر الثاني ما راح تسوين شيء، تشيلين الاقواس مو راح يطيش فعل بقوس،
شيلين الاقواس شو تخلين؟ لو كود لو وود لو مايت هاف، لو كود لو وود لو مايت هاف، يعني واحده منهم تصير كود هاف وود هاف مايت هاف، وتخلين تصريف ثالث للفعل. وهنا هم تكون مشكله، لازم انت حافظ الافعال الشاذة. لاحظي شي رايت سويت، خليت ود خليت هاف وصرفت الفعل رايت الى رتن. اذا نفي خليت ود خليت ودنت، جبت هاف وصرفت الفعل الى رتن. خلينا نعطيكم بعد فعل هي تيك. شو اسوي؟ اجي شو اقول؟ اقول هي تنزل، خلي ود، اجيب هاف من يمي، شو احتاج؟ التصريف الثالث مال تيك. ما حافظ التيكين بعد تعرفون شو يسوي. بالنفي، هسه انطاني هاي الجمله بالنفي. هي تنزل ود بس منفيه، سويتها ودنت زين، هاف اجيبها من يمي والتيك تيكن. واضحة؟ واضحة جيد يا بطل. بس اللي ما حافظ تيك ترى حلها خطأ. بعد ما اخو مو تقول انا استاذ كتبت ود هاف بس تيك ما كتبته صح، خطأ رأسا ما بيها مجال، لانه هو اهم شيء التصريف الثالث. زين اذا وجدنا بي هسه هناك ورا اف شنو قلنا؟ قلنا هاد زائد تصريف ثالث او هادين زائد تصريف. هنا لا، خلين الود والهاف والبي سوينها بين، تخلين الود والهاف وتخلين البي بين والودنت هاف بين. شلون استاذ اعطينا مثال؟ هي بي ود هاف والبي اسويها تصريف ثالث. ذي نوت بي، ذي تنزل ودنت هاف بين. اوكي يعني اف باعول يا بطلات، البي بعد اف تصير هاد بين، بينما بالشطر الثاني شو تصير؟ تصير ود هاد بين. اوكي طخت. صباح النور. صباح النور استاذ. هو الشيء مو تاخذ هاز ماضي، احنا قاعد نحكي ماضي تام، ماضي تام نحكي ماضي وليس مضارع. نعم استاذ ما تام كيف؟ ماضي نحكي على الماضي التام. ها البقية واضحة استاذ؟ هلا عيد الملاحظة ماد بي باي. هسا انا عندي بي وين؟ مو بعد اف، بالشطر الثاني صح ولا لا؟ نعم استاذ بالشطر الثاني. زين بالشطر الثاني انا شو احتاج؟ حسب القاعدة مالت احتاج دوت لو كود لو مايت صح لو لا؟ نعم. اجيبهن واحدة منهن، خل نقول جبت ود، شو احتاج بعد؟ احتاج هاف صح لو لا؟ جبت هاف. زين البي شين تصريف ثالث مالتي؟ بين. بين خلاص صارت ود هاف بين، بالنفي ود انت هاف بين. هسه واضحة؟ نعم استاذ. اوكي نجي، يعني شو صارت؟ طبعا سكرونها، يلا سكرونها سكرونها حتى هاي احكي. خليني اكتب الشطر الثاني، ما بين الشطر الثاني. لحظه هسه لحظه حتى تصير السكرين مالكم واضح. هسه يلا سكرونها. سكرنتوها؟ اسهل حالها لان الجمله كلش واضحه. باوي يعني شنو قصدي انا؟ هسه من قلت لكم خاف يصير عندكم التباس، لا يصير عندكم التباس. اذا عندي اف بي مثلا، اف بي شو يصير؟ يصير هاد بن او هادنت بن. واضحه هسه؟ بينما اذا عندي بالشطر الثاني عند البي، بالشطر الثاني البي شو تصير؟ تصير ود هاف بين او ودنت هاف. هسه وضحت ولا ما وضحت؟
هسه كلش واضحة. يعني لقيتي ورا اف بي قلبيه هاد بين او هاد انت بين. طبعا يوم تقلبين هاد انت اذا طلعت نوت بي. ود هاد بين اذا عندي بالبي بالشطر الثاني. ود انت هاد بين اذا طال نوت بي. واضحة؟ اللي تيجي السكرين هاي هيك هم عادي تقدر السكرين. هلا. اكو شو اسمه بنات اثنين ثلاثه جوني على الخاص تو مدخلوا يقولون تقدر تعيد بالاخير كان النت فاصل بالاخير. وهاي المشكله لازم يحلونها. المشكله تنحل. البتول قال لهم جهاز يو بي اس 25000 دينار يشترونه 10 ساعات 10 ساعات يبقى النت. يعني طفت كهرباء ما طفت واضح ما يصير فصل. ليش ما يفصل؟ لانه النت مستمر. هو يمتى يصير فصل؟ متى تطفى الكهرباء محتمل يفصل. واضح؟ حل لهم هاي المشكله. قل لهم هاي المشكله يضغطون على اهلهم او هي من مصروفها تسوي 25. اوكي تمام استاذ. خير ان شاء الله. هسه راح نروح للامثله. اجينا هاي الامثله باعوا لي. ليش قلت لكم اسهل اسهل حاله؟ راح تشوفونها بالفعل اسهل حاله. باعوا لي خنحل. احنا شو تعلمتكم انا؟ قلت لكم اول ما تشوفون الجمله ام الاف ترحون ليا شطر الشطر المحلول، صح لو لا؟ حتى اشوف شنو بي حتى اعرف القوس. شو مطيني؟ مطيني ود وهاف زائد تصريف ثالث. ود هاف زائد تصريف ثالث، اوكي؟ اذا هذا هنا لازم انطيه ماضي تام. لازم انطيه ماضي تام. اقول الماضي التام منين يتكون؟ هات. صح لو لا؟ اجي. ها هذا فعل شاذ مو عبالكم قياسي. صار هيرت. انتهت الجمله. لازم انا حافظه الافعال الشاذه. هذا شوفوا الفعل شاذ. هذا مو عبالكم قياسي لان لو قياسي ايدي يسمع. لاحظوا شو حليت؟ بينات البطلات حتى اللجن واضحه. ود هاف زائد تصريف ثالث. اروح للفعل هذا اقول لازم انطيه ماضي تام. الماضي التام منين يتكون؟ يتكون من هاف زائد تصريف ثالث. هاف زائد تصريف ثالث. اجي للجمله الثانيه. هم باوع. ايش عندي؟ مطيني كود هاف زائد تصريف ثالث. كود هاف زائد تصريف ثالث. اذا انا لازم شو انطيه؟ لازم انطيه ماضي تام. لازم انطيه ماضي تام. اخليه للهات. واجي للليف. الليف جيني هم شاب ليفت. اللي ما حافظ ليف ليفت شو يسوي؟ ها البتول شو يسوي؟ لا اكو حايط اشتهلي. اي عافية. نجي للحالة الثالثة. من هو هذا الموضوع كله حالة تصريف ثالث. شغلت تصريف ثالث. اجي شو مطيني هنا؟ لا هنا مطيني ماضي تام. هذا زائد تصريف ثالث. لازم اذا مطيني ماضي تام انا لازم شو انطيه؟ لازم انطيه ود زين منفيه صارت ودنت. انطيه هاف هاي ثوابت. اروح للجيت شنو التصريف الثالث مالتها؟ جوتن او جوت. الما حافظه جيت جوت جوتن شو يسوي؟ هم كلق هم كالعاده بعد تعرف شو تسوي. واضحه؟ اعيد هاي الجمله. شو مطيني؟ مطيني ماضي تام. اذا انا لازم اكتب القاعده. لازم انطي ود هاف زائد تصريف ثالث. خليت للود لقيتها منفيه سويتها ودنت. هاف ثابته من يمي والجيت سويتها جوتن. اجي للرابعه. شو مطيني؟ مطيني مايت وهاف وتصريف ثالث. مايت وهاف. اذا هاي لازم اسويها ماضي تام. خليت هاد والبي شو اسوي لها؟ بين. انتهت. اجي للخامسه. شو مطيني يا بطلات؟ مطيني ود وهاف وتصريف ثالث. مطيني ود وهاف وتصريف ثالث. اذا شنطي لازم انطيه ماضي تام. الماضي التام منين يتكون؟ هاد. واروح للفعل احوله تصريف ثالث. الفعل هاف شنو تصريف ثالث مالته؟ هاد. صارت هاد هاد. اوكي؟ صارت هاد هاد. اجل الجمله الاخيره. شو مطيني؟ مطيني هاد زائد تصريف ثالث. مطيني هاد زائد تصريف
ثالث. اذا انا لازم شنطي، لازم انطي ويت هاف واروح للبي اسويها بين. انتهى. اكو اشكال؟ اكو اشكال بالجمل؟ شلون يميز عن البقيه؟ هو يطيش ماضي تام. تعرفينه من الماضي التام؟ كان مو بماضي تام. هذا هاد زاد تصريف ثالث. اكو وحده من الحالات بها هاد زاد تصريف ثالث؟ لا. زين. اذا ما طاش الهاد وتصريف ثالث، طاش ود وهاف وتصريف ثالث. اكو حاله عندنا ود وهاف زاد تصريف ثالث؟ لا. صح لو لا؟ واضحه لو لا؟ اسهل حاله هاي، لان هاي لا اكو حاله عندنا قبل مو بيها ماضي تام، ولا اكو حاله بيها ود هاف. ود هاف ما عندنا، يعني مبين من يشوفونها راسا تروحون عليها قبل. اوكي سكرنوها. يلا سكرنوها حتى اعطيك ملاحظه واحده اعطيكم اياها. شنو عندكم اليوم وبعدها عندكم درس ثاني الكتروني؟ دروسكم نفس عاد جدول، اخذوا عاد جدول، اخذوا دروسكم. هلا عربي احكي احكي ايه بالضبط بالضبط. من الفئة هو هذا شغلته تصريف ثالث. وحدة راح تقول استاذ انت مو تقول ود وكد وما تاخذ مصدر ايه، اخذت المصدر هاف. يعني الهاف شغلها ناش تعرفون شنو عملت؟ عمل المصدر. خاف واحد يقول استاذ شنو عمل الهاف؟ عمل الهاف مصدر. نعم هل بتقول شنو قلت مساء؟ جدولنا عربي وهو انجليزي وعربي ورياضيات. اخذوا الكترون، اخذوا الكترون، كملوا الالكترونيات حتى شويه تستفادون بعدين بالحضوري. هاي وكتبوا الملاحظات بكل ماده ان شاء الله. نجي الى اكو حاله ظلت وحده بس باعوا لي هاي الجمله. انطاني هاي الجمله اف I had had a lot of money. قل لي هاي الحالة سوالي نقاط وقل لي بالأخير فضيت. أكمل. إحنا شنو تعودنا؟ تعودنا بالتكملة نجيب عبارات قلنا حتى نخلص من عدها. صح لو لا؟ علمتكم على العبارة، يعني خل أذكركم بالعبارات. العبارة الأولى تصير I او فاعل يعني بشكل عام I will be happy. تذكرونها هاي ويا المضارع صح لو لا؟ هما ناسينها. ويا الماضي ويا الماضي قلنا I would be happy صح لو لا؟ خلينا نشوف يا اللي جي صح. هاي يا بشفري تعرفونها لو لا؟ سأل ابو يعني. اوكي نزلنا I would be happy. مو قلنا احنا ايش بهاي الحالة؟ اكتب القاعدة، سولفوا لي على القاعدة. القاعدة شو تقول؟ هذا الفاعل ايش تاخذ؟ would مو صحيح؟ هاف مو صحيح؟ حسب القاعدة بين حسب القاعدة happy ترهم على كل الجمل. شوفون باعولهم will be happy would be happy هاي الثانية، الأخيرة would have been happy ترهم على كل الجمل. هسه حطوها هنا if I had had a lot of money I would have been happy أكون سعيد، إذا عندي نقود أكون سعيد. ترهم على كل الحالة. واضحة؟ هسه ولا هم نضع هذه العبارة. باعوني احنا شنو عندنا؟ عندنا ماضي تام وقال لي كمل. اذا انا اذا اعطاني ماضي تام وقال لي كمل لازم اجيب له عبارة تحتوي على would have زائد تصريف ثالث. يلا تصير العبارة صحيحة. فجبت له would، جبت له have،
وجبت لبين من يمي، هي هاي التصريف الثالث صارت ود هاف زاد تصريف ثالث، وكمل لك كلمة هبي ترهم على كل الجمل. قلنا هاي الجمل الإيجابية، السلبية قلنا أنا هبي، I would have been هبي، هاي العبارة ترهم على الآن. واضحة؟ ظل أكو شيء بهاي، بس بهاي القاعدة. لنفرض جابها بالعكس، مرة سووها وجابها بالعكس، لأن عندنا مثال تمرين هسه راح نحله بالعكس. شلون صار بالعكس؟ كتب لك I would have I would have seen Tom. سوالي شيش او خلينا نصير شوي وسوالي شيش بنات وقال ليش هم كمليت هسه يا بنات شو الطاني الطاني الود ويريد الاف صح لو بس بهاي الحاله بالعكس لو مو بالعكس صارت شوفوا شحفظ شوفوا شحفظ من العبارة حفظوا هاي العبارة لا تقولوا لي ليش حفظوها يترهم على الكل I had been here ترهم يا الكل واضحة إذا انطاني الإف وراد عبارة ثانية أكتب له I would have been happy إذا انطاني هاي العبارة وراد ورا الإف لازم أجيب له ماضي تام احفظوا لي هاي ها أكو إشكال بلا فكر انوها يعني اعيدها مره ثانيه بطلات انطاني ماضي تام كالعاده اكتب would have been زائد تصريف ثالث بس اذا انطاني would have been would have زائد تصريف ثالث العفو would have زائد تصريف اجيب لهاي العباره I had been here I had been here ترهم على كل الجمل ترهم على كل الجمل واضحة؟ روحوا لي للنشاط صفحة 62 صفحة 62 تمرين أي أريدكم تكتبوا لي عليها العبارة وداعت ات البابا فاتيكان وزاري يلا اوكي هالبطلات كتبتوا هالعبارة كيف ايش جديد كتبين كتبي بعد ما ادري كتبوا لي هذا الحل اول مره سكرنوا لي الحل اي بي اي دي سي طبعا جاي توصيل ممكن يجي توصيل وممكن يجي قواعد هذا المثال كتبوا عليه ممكن ياتي توصيل وممكن يجي قواعد ممكن ياتي توصيل وممكن قواعد بس هو اكثر شيء يجي قواعد اوكي سكرنتو خلينا نجي الجملة I would have trained اذا انا تدربت كطيار if I had passed لاحظوا would have زائد تصريف ثالث had passed راحت الاي خلينا نشوف شنو الاي هي بيها شنو كاتب للاي the eye test شنو اذا كان إذا جاوزت اختبار العيون أنا راح أصير شنو راح أصير طيار راح أصير طيار واضحة أوكي نجي للنقطة الثانية I would have been a doctor أنا راح أكون طبيب إذا أنا شوفوا لاحظوا would have زاد تصريف ثالث ها زاد been جواب بي خلينا نشوف شنو بي ما اذا انا ما اخاف من الدم اكيد الدكتور يصير اذا ما يخاف
من البلود من الدم. نجي للنقطة الثالثة. I might have become an engineer. أنا راح أكون مهندس. If I hadn't been A. ما أخاف من المرتفعات. المهندس من شروطه إنه ما يخاف من المرتفعات. واضحة؟ نعم أستاذ واضح. أوكي. نجي للنقطة الرابعة. I would have stayed in the police force. أنا راح أبقى في سلك الشرطة. If I hadn't been خنشوشين مطيني إياها D. So unfit. So unfit شنو؟ إذا أنا كنت جسمي مناسب يعني شنو؟ تعرفون الشرطة والضباط من واحد يقدم لازم يكون جسمه مناسب لل... واضحة؟ نجي إلى النقطة الأخيرة. I could have been a good tour guide. أنا راح أكون tour guide أخذناها بالتعاريف. مرشد سياحي جيد. إذا أنا أتكلم C كثير من اللغات. كثير من اللغات. طلع لي هذا الفعل spoken. شوفوا. Speak. Spoken. زين لولا؟ واضحة؟ نعم استاذ واضح. استاذ انت قلت ان احتمال يجي قواعد شلون هسه بمرتفعات نعرفها مبين المرتفع كلمه هيت دليل على الانجينير كلمه بلد دليل على الدكتور كلمه لانجويج دليل على المترجم انفنت على البوليس الشرطه اي تيست دليل على البايلوت نعرف اذا اجى التوصيل سهل نحلها شلون قلت يجيني سؤال قواعد بعطينا مثال راح اخذ النقطه الاولى راح اسويها لكم قواعد شلون يجيبها باعوا لي اي ترين از ا بايلوت اف اف اي هاد باس I test جاب لي هاي الثاني هاي الجملة ايش قال لي؟ قال لي حلها سويها ايش عندي انا؟ ايش اتفقنا؟ اباوع اللي ورا اف او اللي مطيني هاد زاد باص يعني هاد وتصريف ثالث اذا لازم انا ايش انطيه؟ لازم انطيه ود ولازم انطيه هاف ولازم انطيه تريند اجت قواعد لما اجت قواعد؟ نفس هاي لما نفس هاي اجت قواعد لما اجت قواعد يعني ممكن يعني ممكن يسويها قواعد وممكن يسويها املاء اوكي لحظه وارجع لكم بنات اوكي بنات رجعنا كافي قطع الكلام يا بنات قطع الكلام وقاعد اسجل هاي المحاضره جبتها على اليوتيوب يا بنات يا ذكيات انتبهوا لي شنو عندي عندي ترين ارباوع للجمله الثانيه ساطينا بعد جمله ثانيه احسن خليكم جمله ثانيه خلينا نختار الجمله الثانيه اي بي ايه دكتور اف اي هادنت بين سكير اوف بلاد انطاني هاي الجملة قال لي حلها شو اقول؟ مطيني هاد زائد بين يعني ماضي تام اذا هاي لازم انطي ويت لازم انطيه هاف لازم انطيه التصريف الثالث بين اوكي يعني ممكن تجي قواعد وانا لو صار عندي الامتحان الشهري
اجيبها قواعد ما اجيبها توصيل، لان التوصيل واضحه. شنو واحد طيار يروح اختبار وما ادري شنو، اجيبها قواعد واضحه. اجي للجمله التمرين الثاني اللي دائما يجي منه بالوزاري، مهم جدا هذا التمرين دائما. وهسه راح تشوفون من ابغى اعطيكم قسم من التمارين الوزاريه، راح تشوفون يكون صحيح. باعوا لي مطيني، اروح للقسم الثاني مطيني ود هاف زائد تصريف ثالث، ود هاف زائد، اذا لازم انطيه ماضي تام. هاد ناو هاد ناو هاد ناو، شوفوا المشكله وين، باعوا لي المشكله وين. السؤال وين المشكله؟ المشكله نو الماضي لازم انا حافظه. وصحنا لكم على الاشياء، وشوفوا لي هذا الفعل لينت، هذا ترى هم شاذ، ليند لينت لينت، يعني هاي الجمله الاولى بها فعل ينشاذ. نجي للثانيه، شو مطيني؟ مطيني ود زائد هاف زائد تصريف ثالث، اذا هذا لازم اسويه، لازم اسويه تصريف ثالث وسبقه بهاد. حطينا هاد وسوينا ليفت، هذا الفعل ليف باعوا له من ساعة كتبنا، هذا فعل شاذ، هذا فعل شاذ، هذا فعل شاذ. اجي للجملة الثالثة هسه بالعكس، مطيني هاد زائد تصريف ثالث، لازم شو انطيه؟ لازم انطيه ود من فيه ودنت، هاف من يمي والايت اسويها ايتن، وهذا ايضا فعل شاذ، ايت ايت ايتن. اجل الجملة الرابعة، شو مطيني؟ مطيني ود وهاف زائد تصريف ثالث، اذا هذا لازم اسويه ماضي تام. الماضي التام منين يتكون؟ من هاد، والتصريف الثالث مال هاف هاد هاد، وهذا ايضا شاذ، هذا الفعل ايضا شاذ، هاف الماضي مالته هاد والتصريف الثالث هاد. نجري الجملة الخامسة، شو مطيني؟ مطيني ود وهاف ودن، ود وهاف ودن، اذا لازم اعطيه ماضي تام. عندي الماضي التام منين يتكون؟ هاد زائد تصريف ثالث كم، وهذا الفعل ايضا شاذ، كم كيم كم، وهذا الدن هم ايضا شاذ، ما عبالكم مو شاذ، لان متكون منين؟ من دو ديت دن. نجي الجمله السادسه، مطيني هاد كم، هاد كم يعني ماضي تام، لازم شو انطيه؟ انطيه ود وهاف وتصريف ثالث، هذا فعل قياسي، داي دايد يموت. الجمله الاخيره، شو مطيني؟ مطيني ماضي تام هاد زائد تصريف ثالث، شو انطيه؟ ود وهاف وجيب تصريف ثالث للبي، شو صارت؟ ود هاف بين ود هاف، هذا منين جاي؟ تولد ايضا شاب، تيل تولد يا ابطال يا بطلات. باعوا لي كم فعل شاذ بيها؟ خلينا نبور، خلينا نشوف كم فعل شاذ بهذا التمرين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، شفتوا؟ سبع جمل جايبين تسعة افعال لو لا؟ ها البطلات استاذ، هلا استاذ، احكي استاذ. النقطة السادسة، ليش هاد؟ ليش مو هاد؟ وين هي؟ يا نقطة السادسة، النقطة السادسة؟ السادسة اي ايش بيها؟ ليش مو هاد؟ ليش هاد؟ قصدك بداية؟ ايه ها بطلة باعي لي، احنا مو قلنا نباوع شنو مطينا حتى نطيه؟ لو لا؟ مطيني مطيني هاد زائد تصريف ثالث، مطيني هاد زائد تصريف ثالث، لازم انا شنطي، لازم اعطيه ود هاف، واحنا هيك حافظين، احنا مو هيك حافظين، هيك هيك لا هذا هيك حافظين، حافظين مطيني هاد زائدا تصريف ثالث، شنطي انطي ود هاف، هيك احفظ زائد تصريف ثالث، صح لو لا؟ هيك هاي قاعدتي، مطيني هاد تصريف ثالث انطيه ود هاف زائد تصريف ثالث، مطيني ود هاف زائد تصريف ثالث انطيه هاد تصريف ثالث، يعني وحده عكس وحده، اوكي؟
في النقطة السادسة يا بطلة هو مطيني هاز زائد تصريف ثالث، مطيني هاز لازم أنطيه ويد هاف زائد تصريف ثالث، فرجعتها ويد هاف زائد تصريف ثالث، أوكي؟ هلا شبيها النقطة أرجع لها، شبيها النقطة الثالثة؟ احكي لي عنها. كودنت هاف ايتن او ما احنا مو قاعد نقول ود بنات بعد هسه انا مو قاعد اقول لكم كله قاعد استخدم ود صح لو لا؟ طالب ثاني يجي يستخدم مايت استخدم مايت براحتك ما حد يحاكيك. طالب ثاني يجي يستخدم كود انت بكيفك مخير انت مخير. احنا ليش نركز على الود؟ لان الود هي المشهوره والا مايت صح كود صح اوكي؟ سكرون الحل بنات البتول قلي لهم على يمن التركيز يا على يا افعال شاذة الما حاضر بحال شاذة ما يقدر يحل. لا تتصورون انت تكتبين هنا الحل ود هاف وتسوين ايت نفسه او تكتبين ايت يعتبر لك اياها صح راسا يكتب لك غلط. الفعل الشاذ ذات على الاقل حفظ هاي مال هذا التمرين على الاقل حفظ مال هذا التمرين سبعه مهمات جدا واضح؟ يلا سكري سكرنتو؟ يلا نروح الى الملزمه مالتني وحده 3 صفحه 60 نرجع جملنا مال ذاك اليوم هم حلينا بيها راح نحل اللي على هاي الحاله هاي الحاله بالملزمه موجوده عندكم وحده وحده راح اجيبها. شوفوا جمله 13 شوفوا لي جملة 13 شو مطيني؟ انت رأسا اذا مطيش قوس مطيش قوس رأسا ترحين وين؟ ترحين رأسا مباشرة مباشرة وين؟ ترحين مباشرة شو مطيش حتى تنطينه؟ مطيش ماضي تام تنطينه ود مطيش ود تنطينه ماضي تام واضحة؟ شو مطيني؟ مطيني هاد زاد تصريف ثالث اذا هذا رأسا راح اسويه ود هاف من يمي بروت هذا الفعل تصريف الثالث مالته بروت برينج باعول هنا راح اكتبه برينج يجلب معناها الماضي مالته بروت والتصريف الثالث مالته بروت لازم انا احافظ هاي الفعل حتى احل باعول 14 شو مطيني؟ مطيني هاد زائد تصريف ثالث هذا توني حلينا هاي الجمله هاي شو تصير؟ تصير ود هاف ايتن ايتن بس الجملة منفية اعتقد مو منفية؟ اي منفية اخليها ود انت واضحة؟ سولفوا نجي الى بعد هاي جملة 19 شو مطيني؟ مطيني ود ومصدر وتصريف ثالث اذا هذا لازم اسويه هاد جوتن ومرات يكتبونه هاد جوت هم يمشي اوكي اكمل هلا ها والله بارده انت ياها اول مره حتى تحصلي ليش ربع نص اديان حتى تحصلي ليش نص عافيه حتى تحصلي ليش نص ربع درجه شنو صارت؟ شوف انت صارت هادنت جوتن ليش المنفية عفية؟ شفت الملاحظة المهمة؟ صح الجملة منفية عفية نيجي نكمل اجيل هاي الجملة هاي لا ما لها علاقة هاي المضارع اتركي انا قاعد هسه احل بس الحالة الأخيرة بس الحالة الأخيرة بس الحالة الأخيرة بس الحالة الأخيرة زيت 36 عفوا باعولي شو مطيني؟ مطيني ود وهاف هاي عندنا ترى الجمله دايت مساء الميت ود وهاف وتصريف ثالث مطيني نوت هاف شو اسوي؟ انا اريد ماضي اخلي هاد منفيه صارت هاد انت والهاف التصريف الثالث مالته هاد صارت هاد انت هاد اوكي؟ لذلك قاعد اقول لكم ترى هاي اسهل حاله لان كل شيء واضح بيها نجي 39 عندي ود وهاف وتصريف ثالث سهلة
اخلي هاد التصريف الثالث سين، معناها يا بطلات سي سو سين هاي الافعال. اوكي اجي اكمل. شوف هاي الجملة 55 جايبها اختيارات، خلنا نشرحها. هاد زائد تصريف ثالث شو يطلع لي؟ يطلع لي ود هاف زائد تصريف ثالث. هاي ود صح بس ما وراها هاف غلط، اذا الجواب الصحيح هاد. شفت قد سهل هاي الجملة؟ شلون عرفناها؟ ما طول عندي هاد وتصريف ثالث عرفنا لازم ود هاف زائد تصريف ثالث. اوكي نكمل نجي الى شوفوا جملة 61. عندي هاد وتصريف ثالث، هاد وتصريف ثالث. ايش قال لي؟ قال لي كملها، اريد كمل كمبليت. شوفوا كمل شو اسوي؟ احنا شو اتفقنا؟ اخلي اي، شو اتفقنا؟ نجيب ود، شو اتفقنا؟ نجيب هاف، شو اتفقنا؟ نجيب بين، شو اتفقنا؟ هبي صح ولا لا؟ شوفوا هالجملة. اذا انت اخبرتني عن مشكلتك انا راح اكون سعيد لان راح احلها لك. الجملة كاتب لي اذا انت اخبرتني عن مشكلتك انا اعطيت جواب انا راح اكون سعيد. ترهم لو ما ترهم؟ لان واحد قال لي مشكلته انا راح اكون سعيد لان راح احلها. ترهم لو ما ترهم؟ خلاص خلاص هاي واضح جيد. كمل. بقي معك كلها، لاحظوا اكثر الحالات ترى قاعد جايبين الثانيه والثالثه والاولى، يعني الحال الزيرو معك. ظل اكو عندنا تمرين ما حليناه، خل نروح له بكتاب النشاط. التمرين اللي جوا هذا التمرين، هذا التمرين يسمونه التمرين كتبوا عليه ناتي بالجمل من عندنا. صفحة يا بطلات صفحة 63. طبعا هو ايش كاتب لكم؟ You would have met my aunt's هذا would have met ومنطي جواب if you had come to our party. احنا شنو اتفقنا يا اما تكتبين I had been here اذا مطيني اذا يريد ورا الاف او اتفقنا ايش نكتب؟ نكتب I would have been happy. ترهم على كل الجمل. سكرنوها بعد ما يحتاج تحفظ هاي الجمل، تشوفونها انا حالها لكم، تردون ترهمون هاي الجملتين. واضحه؟ اوكي يلا سكرنوا. مساء الحلول ما لها طبعا وزارة هو انتم هالسنة اقل احتمال ما يجيب لكم كملوا. هو قلت لكم جابوها مرتين بس بايام قديمه ايام ما قبل كورونا، بس بعد كورونا يجيبون لا قوس والقوس الثاني. شلون هسه علمتكم؟ بس احنا حفظنا لكم جمل، قلنا لكم اذا جاب لكم هاي هسه مثل هاي الجمله بايل النقطه الرابعه if I hadn't had the operation، اذا انا ما عندي عمليه انا ايش كتبت؟
يعني اذا ما سويت العملية I would have died. انا راح اموت. I would have been unhappy. ترهم لو ما ترهم؟ ترهم. خلص. الحل صح. واضح؟ فاحنا شو نقول؟ نقول حفظ هايل. بس نادرا ما يجيبونه. انا قاعد لكم. انا هاي السنة متأكد ما يجيبونه. عندهم اف الشرطي هواي جمل. ليش يجيبون هاي؟ كمل. واضح؟ سكرنوا. سكرنتو؟ هسه خلص الموضوع كله. اسهل حالة صدقوني هاي. اكو اشكال؟ لا. اكو اي اشكال. اوكي؟ هسه شو رجع لكم؟ اهم شيء يا بنات كون نقلتوهن السكريت نقلوا لي اياه بالدفتر. حتى اذا رجع حضوري الدوام يعني رجعنا ان شاء الله. انا اجي اشرح اكتب جمل واشرح انت عندك قدامك مكتوبة. ما تخليني ارجع لك ملاحظات بعد، واضح؟ تمام. هسه شو نريد من عندكم باعولي؟ هسه الامتحان خلص. واضح؟ قصدي راح نروح للامتحان، خل اوريكم السؤال اللي اريده. متفقنا عندنا امتحان ولا؟ ما ناسين. ما ناسين اكيد لولا. هذا الامتحان يلا سكرنوا. سكرنوا تنقلون براحتكم شي راجع لكم هذا. Do as required. Define a lifeguard responsible for the safety of swimmer. هاي اول وحدة. والثانية Define a cartoonist. انت تجيبين من عندك التكملة. النقطة الثالثة اختيار. النقطة الرابعة What do you care about who gives about a law. تعطيني الاسم. النقطة الخامسة اللي هو الندم. هم سكرنوا. كل الحالات جبتها لكم. الحالة السادسة ندم. الحالة السابعة ندم. الحالة الثامنة ندم. الحالة التاسعة ندم. وبس اريد سترونج ريجريت. اتفقنا شنو اذا سترونج ريجريت بعد انتم تعرفون. يعني ندم قوي. والاخيرة What is an engineer؟ ما هو المهندس؟ يعني التعريف مالته. اعيدها مره ثانيه حتى تسكرنون. استاذ هلا. طيب شنو التسعه؟ خل ارجع للتسعه ما شفتها. سترونج ريجريت ندم بس ندم قوي. احنا مو عندنا اف اول وش شنو نستخدم بالندم القوي قلت لكم ملاحظه هاي اقوى من هاي. ها هو ما نسيتيه واضحه؟ لا ليش؟ هسا احنا مو عندنا يعني ياهو انت اول مره قل لي لحتى اعرفك. اديان اديان واحد اديان احنا مو عندنا ندم قوي؟ احنا بيمن اعطيني بيمن نندم يا اداة اف اول يو اي ويش لا لا ما لي علاقه لا تقل لي لا تقل لي الحل هذا حلك انت ما لي علاقه بي بس عندي لو اي ويش لو اف اول صح لو لا؟ يا الندم قوي يا الاقوى اف اول لو اي ويش لا كاتب لك ملاحظه رجع الدفترج وحده اقوى من وحده مستحيل وحده اقوى من وحده واضحه هلا يا هو انتم صدق ادبي ما عندكم امتحان يا قالكم امتحان انا بلغتكم على امتحان لا لا بلغت بس العلمي اوكي خلاص انتهى بعد الدرس خلص راح اوقف الصوره وانتهى حلول دزوا اللي بعد وين تعرفون يلا اتمنى لكم الخير والموفقيه حياكم الله